إن ربنا جل وعلا يحب المتفائلين من عباده الذين يحسنون الظن بربهم سبحانه وتعالى عندما يتعاملون معه، ومهما ابتلاهم ربهم جل وعلا بأنواع البلاء من فقر أو مرض أو مصائب وكروبات، لا يطلع الله تعالى على قلوبهم فيرى فيها غضبا على تقدير ربهم، إنما يرى فيها رضا ويرى إقبالا عليه. الدعاء لله سبحانه وتعالى هو شأن المتفائلين دائما. إذا أقبل المرء على شيء من شأنه فدعا الله تعالى، هذا معناه أنك متفائل، أنك تدعو ربا عظيما هو على كل شيء قدير. لا تقل في نفسك هذه مسألة كبيرة، أو هذا دين عظيم، أو هذا مرض خطير، فلن أرفع يدي داعيا من أعظم صفات المتفائلين الدعاء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفك عنه أبدا، كلما احتلكت عنده الظلمات رفع يديه مستجيرا بربه جل وعلا. فامدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. يدعو الله تعالى عليه الصلاة والسلام في بدر وهو يرى جموع المشركين بين يديه، كما قال الأول: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. أدعو الله تعالى وأنا موقن أن الله تعالى سينفعني بهذا الدعاء، إن عاجلا وإن آجلا. فمهما اشتدت عليك الكربة ودعوت الله تعالى، فاعظم أن فاعلم أن هذا من أعظم صفات الأنبياء التي أمر الله تعالى المؤمنين أن يعتمدوا.